السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معكم واحد الكيك تيجي زوين. عندي بسم الله في المقادير، عندي واحد القبيصه ديال الملح، عندي 5 ديال البيضات، عندي القليل من القرقاع، عندي كاس لاروب ديال الزيت، وعندي كاس ديال سنيده، عندي 3 د الكيسان ديال العنبه ديال الطحين، عندي 2 خمارات ونص ديال الخميره، وعندي ساشيه ديال الفاني، وعندي 3 ديال الخمارات ديال الكاكاو، وواحد ياغورت مسوس طبيعي. المهم نبداو على بركه الله. عندي هنا قبيصه ديال الملح، 5 ديال البيضات، نضيف معاهم سكر سنيده، وانخلطهم بالخلاط الكهربائي. نضيف السكر ديال الفاني، وانضيف الزيت بشويه بشويه وانا كنخلط. نضيف الياغورت، انا درت ياغورت طبيعي، نتوما ممكن ديروه بنكهه الفاني او لا ديروا كاس الحليب او لا كاس الماء اللي كان متوفر. صافي غادي نوقف الخلاط، وغادي نستعين بمضرب يدوي، خلاط يدوي. غادي نضيف القرقاع، وغادي نحاول نغربل النواشف. غادي ندير نصف الكميه، واحد وعشرين غرام ديال الكاكاو، عندي حتى الخميره، غير نصف الكميه. صافي كنحاول ندخل داك الدقيق والكاكاو والخمارة في الخليط، غادي نضيف واحد معلقه ديال الخل. صافي في هاد الاثناء انا شعلت على الفران من التحت، القوام خصو يجي بحال هاد الشكل هكا. صافي راه ما بقاش تخلطات مزيان، ما بقاش دقيق، كنحاول ندخل داك الخل بالزيت اولا دهنوه بالزبده، ودرت ليه الدقيق، زولت منه دوك البقايا ديال الدقيق. غادي نهز يدي شويه لفوق، يدي شويه لفوق، ونحاول نخوي الخليط. اللي بغيت نقول لكم هو ان داك الدقيق كامل ما درتوش كامل، يعني ديك الكميه اللي درت هي اللي كفاتني، تكون هزات ليا كاس ونص اولا 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق مع الكاكاو والخمارات. المهم الدقيق نتوما عينكم ميزانكم. صافي غنحاول
باش ديري هاد الفقاعات وغادي ندخلها للفران. بالنسبه للكريمه اللي غادي ندير في هاد الكيك، عندي هنايا 3 ديال المعالق، معالق كبار ديال السكر سنيده، عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده، عندي 3 د المعالق ديال كريم باتيسري، اولا ممكن تستغناو عليها وديروا النشا اولا تصاوبوها في الدار. عندي نصف لتر ديال الحليب، عندها غادي ندير الحليب، نضيف عليه سكر سنيده، سكر على حسب الذوق، وغادي نضيف، انا عندي هاد المعلقه كبيره بزاف، غادي ندير هي جوج معالق، الا كانوا عندكم هاد المعالق هادو ديروا 3، الا كانت عندكم معلقه كبيره بزاف ديروا هي جوج صافي. وغادي نديرها على البوطه باش صافي، هي بدات كتقال، غادي نضيف لها ديك الزبده وانطفي على البوطه، خلطه باش تذوب ديك الزبده. صافي غادي نديرها في شي اناء، غادي نغطي عليها ونديرها في الثلاجه تبرد. ندير سلوفان لاصق ليها على الوجه باش ما تكونناش واحد القشره. رجعت من الفران كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي هشيشه. المهم انا غادي نقسمها، غادي نستعن بواحد الخيط، نحاول ندير بعدا صافي، كنعقدو بحال هكا من الوسط وكنجبد صافي، كتكون تقسمات لي. نحاول نهزها شوفو كي تجي من الداخل، كتجي هشيشة وخفيفة بزاف. هذا كيك لي هو ناجح، يتبعو معايا الطريقة صافي. من بعد ما ساليت من الكيك قسمته، غادي ندوز نحضر الكريمه. عندنا هنايا ديك الكريم باتيسيري اللي صوبنا، وعندي هنايا ساشي ديال لاموس بالفاني، ممكن انكم ديروا ساشي ديال الشانتيي او لا كريمه ديال الخفق. مهم انا غادي نخلطهم بجوج حتى تعطيني واحد الكريمه اللي تكون هي رطبه ناعمه. غادي ندير الكريمه ديالي اللي باردة مع مستحضر ديال لاموس بالفاني صافي، وكنخلطهم حتى كيتجانسوا مزيان. ديالي واجدة، كتجي رطبة. بالنسبة للكيكة ما سقيتهاش، هي اصلا جايه خفيفه. المهم نتوما بغيتو تسقيوها سقيوها، انا غادي ناخذ واحد النصف ديال الكميه غادي نديرها فوق منها. نحاول نوزعها
ونهز المرسول الاخر كي نديرو على الظهر ديالو. صافي فاش قديتها غادي نضيف ليها الكميه اللي عندنا بقات. عندي هنا القليل ديال اللوز حمرتو وهرمشتو، زين على حسب كل واحد كيزين على ذوقه وعلى حسب المتوفر عندنا في المنزل. الكيكه هي زينتها كتجي على هذا الشكل هذا، وتزين كيبقى على حسب كل واحد. درت لها واحد شويه ديال الكراميل، صوص كراميل اللي حضرت معكم في الفيديو اللي قبل، ودرت ليها واحد القرقعه هنايا. صافي وخليتها هكا. غادي نقطعها، غادي نديرها دابا في الثلاجه بعدا تشد فراسها تبرد، ومن بعد غادي نقطع هذه مخصوص غادي نقدمها. الكيكه ديالي من بعد ما كنقطعها كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي هشيشه وكيكه يوميه، ممكن انكم تقدموها لوليداتكم او لضيافكم، وسهله غير تبعوا معايا المراحل والطريقه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. الى مازال ما اشتركتوش في القناه نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش تكونوا لا فيديو. خليوا لي واحد لايك ولا كومونتير، تتابعوني في الانستغرام، ويلا بسلام عليكم.